رجعنا نتواصل من جديد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. ونتواصل في صباح الجمعة والثورة السودانية، الاسم الكبير. ولما بدأت الثورة السودانية في السودان بدأت لأن الشعب السوداني يعني طالب بحقوقه العادية، طالب بالحرية بالسلام والعدالة، وطلع وخرج للشارع من أجل أنه ينعم بحياة كريمة، لأن الوضع الاقتصادي كان سيء جدا في الآونة الأخيرة، آملين أنه في المستقبل يكون خير. وواحدة من الأسباب سعر الصرف، تمشي السوق تلقى أنه كل المواد التموينية زادت، كل الأسعار في علو، السبب أنه سعر الصرف زايد. طيب شنو ممكن هو يغير مفهوم سعر الصرف ويخليه ينزل شوية؟ المعدن النفيس الذهب، معدن غالي، معدن مهم ومعدن جميل، لكن برضو سعره زاد وارتفع بصورة غير عادية، لكنه هذا المعدن هو الوحيد اللي قادر على انه يغير مفهوم سعر الصرف وانه سعر الصرف ينزل. تعالوا مع بعض نخوض في الموضوع ده ونعرف العلاقة ما بين سعر الصرف وما بين الذهب وأهمية الذهب في تغيير الوضع الاقتصادي. داخل الاستوديو معنا الأستاذ عبد المولى حامد الجدال، هو أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم شعبة مصدري الذهب. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك. يا مرحبتين، أهلين ومرحبتين بالشروق وقناة الشروق، ونصلي ونسلم على الحبيب محمد بن عبد الله النبي الأمين. والآن جمعة مباركة، أكثر في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءة سورة الكهف. ونحن سعيدين صراحة في نلتقي في قناة الشروق ونتكلم في موضوع حساس مثل الذهب. أهلا بك يا أستاذ. طيب قبل ما أخوض معك في الورشة، معروف أنه في الفترة السابقة كانت هناك إشكاليات كبيرة جدا، سواء كان في طرق التنقيب أو القوانين التي لم تسن بالصورة المطلوبة، سواء كان المصدرين أو المستوردين. تكلم عن أبرز الإشكاليات اللي كانت في الفترة السابقة وكيفية الحلول في هذا العهد الجديد. والله الآن ببدأ معك في ورشة، نحن عندنا شعبة مصدري الذهب. الشعبة دي تأسست في أثناء الحراك بتاع الثورة دي ذاته، أسس في شهر سبتمبر ذاته. والشعبة دي همها الرئيسي كان تعظم صادر الذهب، وكل إيرادات الذهب دي تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني. ويمكن قدمت كم خطابات للحكومة السابقة وللثورة اللي جات جديدة، على أساس إحنا شايفين في إيرادات في ذهب بتهرب وفوض تصب لمصلحة الاقتصاد السوداني. بالضبط. الشعبة بدورها خاطبت كل الجهات اللي بيمسها الأمر في إنه يا جماعة إحنا شايفين في ذهب وما بصب لمصلحه الاقتصاد السوداني. لكن كانت في بعض المعوقات في النظام البائد. ابرز شنو معلش؟ الابرز انه ما في استراتيجيه واضحه لصادر الذهب. وما في خطه واضحه، حتى البنك المركزي كل شهر بيطلع منشور وبيطلع سياسه جديده. في النهايه طلعت شركات الذهب من الذهب واحتكر صادر الذهب البنك المركزي. وانه اصلا البنك المركزي المفروض يكون جهه رقابيه للذهب. شنو في المنشورات اللي كان بي يعني من البنك المركزي؟ المنشورات اللي صادره كلها ما لصالح الذهب. يعني قيود، الذهب ده سلعه حساسه ما بتتحمل اي تاخير، صادره داير يكون طوالي، اجراءاته المفروض تكون سليمه، سعره يكون حر، منافسته حره. الكلام ده كله اتفقد. يعني كانوا في ناس ضعاف نفوس شغالين، الدوله كانت شغاله رزق اليوم باليوم. ما كان شغال باستراتيجيه للذهب، ما في حاجه تضع استراتيجيه يقول انه الذهب ده انا داير عندي منشور يستمر لمده سنتين فيه. نحن في خلال السنه الاخيره دي يمكن يكون عندنا 6 مناشير من بنك السودان المركزي. ومره يعملوا بنظام صادر، ومره يعملوا بنظام شركات، ومره يعملوا بنظام وكالات، ومره يعملوا تشتري المصفى، ومره يعملوا تشتري شهامه. يعني احنا تغلبنا صراحه في الذهب. نحن الان في ظل حراك ثوري، في ثوره الشعبه ذاتها اول ما بدات الثوره دي الشعبه الوحيده اللي كان خيمتها جوال مع الثوار. ونحن هسه حنقربهم في عندنا في ورشتنا دي. جميل. خيمتنا موجوده وشعبتنا موجوده ونادت بانه في فساد، وسيرنا مسيره للقصر الجمهوري وسيرنا لبنك السودان، قلنا يا جماعه احنا والله همنا السودان. نحن الان همنا وطن، الفات ده يا جماعه نمشي نخليه، نبدا جديد. نصحح يا جماعه جديد، احنا ما كل مره نعيد نكرر في اخطائنا، والشعب ده صبر. الشعب ده ما يستاهل اللي هو فيه. عانى معانا. طيب. نعم. استاذ عبد المولى، يعني انت زي ما ذكرت انه بصدد الان اقامه ورشه. نعم. زي ما ذكرت تقريبا كنا بنتكلم منها يوم السبت. نعم. القادم. الورشه هي من شعبه مصدري الذهب. نعم. وانتم كشعبه مصدري الذهب. نعم. يعني معلوم او معروف ان السودان فيه 12 ولايه بتنتج ذهب. نعم. يعني رقم كبير ما نعم. سهل. نعم. شنو انتم الموضوعات الحابين تركزوا عليها في الورشه تحديدا، لان هي تضيف
وترفع من الاقتصاد، ولان هي تغير مفهوم الذهب في السودان، وبقوانين تكون قوانين صحيحه، قوانين الناس ما تتجاوزها، تكون قوانين صارمه وقوانين الناس كلها تمشي عليها. يعني والله نحن في الصباح ده اول حاجه بنسلم على كل المعدنين وكل المنقبين في كردفان، في دارفور الكبرى، في الشماليه. الذهب ده يا جماعه عشان يوصلكم هنا تكون في معاناه، الناس اللي بيعدنوا ديل بيخشوا في الابار بيموتوا بيموتوا عشان تكون في حاجه تجي للشعب كله ما لونهم. وكان المعوقات دي كلها كان هم بينتجوا، وللاسف بيمشي لجيوب ناس ما بيمشي لمصلحه الاقتصاد. يعني الولايات دي كلها بتنتج، الشماليه بتنتج، التجنيب كل التجنيب، شركات حكوميه. الان الذهب الشغاله في الولايات شركات حكوميه. لحد الان الثوره جات والتغيير تم، لكن احنا لحد الان الشركات الحكوميه شغاله في الذهب وما عندها فهم في تجاره الذهب، شغاله بنفس القوانين السابقه، نفس القوانين ورشتها. احنا عشان كده احنا عملنا الورشه دي، بادرنا بها، كتبنا للسيد رئيس الوزراء، خاطبناه على اساس انه بس حصل ظروفه الان في الجمعيه العامه للمتحده. نحن الان بنقول لك الولايات زي الذهب، الناس اللي بينتجوا في الذهب دي تعبانين فيه، معانين فيه، كان في مشاكل عشان ياصل عمر الذهب ده. مرات انت لو شايل ذهب يصادروا منك، الجهات الامنيه تصادروا منك، كان في مفروض تكتب وتبيعه لفلان زيد من الناس، ما تبيعوا لبنك السودان، ما تحتكروا، عملوا قانون لو شالوا ذي المخدرات يشيلوا منك يصادروا. نحن مع القوانين، نحن ورشتنا الان هدف الرئيسي السودان اولا. طيب جميل. الوطن اولا. دايرين الذهب ده حسب الخبراء. وزاره المعادن اخر تقرير لها قال السنه دي انتاجها 96 طن. لكن وين؟ 96 طن قيمتها 3 مليار. صحيح. استصدرت منها 832 مليون. 2 مليار وحاجه، هسه الوزير ده بيقول داري 2 مليار في الفتره المرحله الجايه دي، الذهب جايب لي. لكن وين الاليه الواضحه اللي بتخلي الذهب ده يصب في مصلحه الاقتصاد؟ طيب ده السؤال، من خلال ورشتكم انتم والنقاط اللي حتتطرقوا ليها، شنو الاليات بتاعت التنفيذ كل المخرجات اللي انتم حتطلعوا بها؟ نحن داعيين فيها، نحن الان على الهواء داعيين فيها وزير الماليه، داعيين فيها وزير المعادن، محافظ البنك المركزي، الشركه، كل الجهات ذات الخبره والاختصاص نحن داعيينها، جايبين علماء يتكلمون ان احنا دايرين نعظم عايز صادر الذهب. كيف نعظمه؟ والله احنا نحن عندنا رؤيه واضحه له بنطرحها، لكن احنا كمان دايرين نسمع راي الراي والراي الاخر. يمكن في علم عندهم راي غير راينا ده. نحن هدفنا الرئيسي كيف ال 100 طن دي، ونحن بنقول اكثر من 100 طن، كيف ال 100 طن دي تجي لصالح الميزان التجاري في السوق؟ كيف تجي للفرد الان اللي بيعاني؟ لو مشيت اشتريت اي حاجه بقول لك الدولار مرتفع. الدولار مرتفع. نحن لو جادي تخفض لنا سعر الصرف، تكون عندنا ستوك في البنك المركزي. ونحن ما رافضين الدوله، الدوله تكون تراغب. البنك المركزي في كل الدنيا بضع سياسات مراقبه. لا يصح انه يتاجر في ظرف، كان الحكومه عندها ظرف لدرجه من الوقت، في وقت الاوقات الذهب كان في القصر الجمهوري. القصر الجمهوري علاقته بالذهب شنو يا جماعه؟ البنك المركزي بيضع سياسات والتجار بيشتغلوا اضع الضوابط اليوم. يعني نقدر نقول انتم كشعبه مصدري الذهب يعني الان بصدد تقديم ورشة قوية جدا. نعم. في عدد من الخبراء، نحن نتوقع انه يكون في مخرجات ايجابية جميلة. نعم. تصب في مصلحة السودان ومصلحة المواطن. نحن ثاني اقول لك حاجة، نحن الثورة دي عندنا شهداء ماتوا فيها، مهروها بدمهم، ربنا يرحمهم، ما جات ساهل، ونترحم على شهداء الثورة اللي خلونا نحن نقعد القعادة ونتكلم بالهواء الطلق ده، ونسأل الله يشفي الجرحى ويجمع بالمفقودين، ونسأل الله انه اخواننا ذاته في الحركات المسلحة بعدين يا جماعه تعالوا للسلام. السلام. ما في حرب يا جماعه ثاني، ما في نظام بيوطكم ولا بيسجنكم. تعالوا لو ما الحرب دي وقفت ما في تنميه. انتوا يا ناس لا 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 لا. الحركات ناس الكفاح كافحتوا 30 سنه الان استوب. الان انا برا السودان الان الليله ظهر في الامم المتحده. حمدوك بيقابل 80 رئيس دوله و20 منظمه يا جماعه. جميل. نحن السودان ده دايرين السودان اللقاءات الثلاثه الان هو كفاح كل دايرين اللقاءات الثلاثه سنه 67 صح بالضبط. جاء عبد الناصر، جاء فيصل، جاء بريق الاردن. نحن دايرين هسه حمدوك ده يجيب ناس اليمن وناس قطر وناس ليبيا. جميل. ويعمل لهم استاذ عبد المولى يستوعب بالمناسبه استاذ عبد المولى. يعني نحن للاسف زمننا انتهى، لكن الانفتاح الخارجي شفناه والان لكل الحقائب الوزاريه او الوزراء خارج الوطن هو دليل عافيه على استقرار السودان وسلام السودان. كتر خيرك شديد على كل الاضاءات اللي قدمتها استاذ عبد المولى حامد. والله اول حاجه تشرفونا في الورشه، ونحن ورشتنا دي والله هدفها الرئيسي منها تعظيم صادر الذهب. ونحن بنبشركم لو مخرجات الورشه دي، لانه زمانكم ضيق، لو المخرجات دي لقت تنفيذ انتوا حتستغروا والسودان حيستغر. ونحن من هنا بنناشد كل الناس
يقفوا مع الثوره دي ان شاء الله. دي ثوره الشباب وما يستعجلوا على الحكومه دي سريعه عشان تغير. المسائل دارت 30 سنه برضو، اصبروا سنه سنتين وان شاء الله مع حمدوك ده ومع المجلس السياري ده يحصل تجانس والبلد تمشي بسلام باذن الله. شكرا لك كثير جدا. نعم شكرا استاذ عبد المولى حامد القدال امين الاعلام والناطق الرسمي باسم شعبه مصدري الذهب على هذه المساحه.